بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة طالبات قسم العمارة، أهلا بكم معايا في سلسلة حلقاتنا اللي بدأناها عن العمارة وعلاقتها بالعلوم الأخرى والتعليم المعماري. النهاردة موضوعنا عن الإزهار المعماري. موضوع الإزهار المعماري من الموضوعات اللي لابد أن طالب قسم العمارة يتقنها، خاصة في سنين دراسته الأولى للعمارة. أنا هكلمكم عن الإزهار المعماري المانيوال. يمكن انا واعيه جيدا لتطور الجرافيكس وبرامج الكمبيوتر، وان انت حضرتك دلوقتي ليه في طرق عديده لتقديم رسوماتك المعماريه في المشروع، وازاي تظهرها وتعملها البرزنتيشن المناسب ببرامج الجرافيكس المختلفه. انا طبعا بحترم كل البرامج دي والقائمين على تدريسها، وعارفه ان انت بعد كده مستقبلك في ان انت تظهر شغلك ببرامج الكمبيوتر دي، بس انا عايزه انبهك لنقطه، ان حضرتك لو ما كنتش عندك موهبة في المانيوال او عندك جزء من المهارة ونميته في مرحلتك في المانيوال في سنين دراستك الاولى، مش هتبقى متقن لبرامج الجرافيك، هتبقى مجرد رسام قاعد قدام البرنامج والبرنامج الجرافيك هو اللي بيحركك، ومش عارف تختار من باليتة اللون بتاعته ايه مع ايه، وايه يتوافق مع ايه، وازاي احسن لقطة للمبنى، وايه هي المودلز اللي هجيبها من اشجار لاكسسوارات او عربيات او شكل السحاب او الخلفيه اللي هتعمل بيها المنظور مثلا او الواجهات او كده. كتير قوي من الطلبه اسمع منهم يقولوا لي احنا يعني شاطرين في الفوتوشوب بس في الاخر ما بنعرفش نعمل التجميعه بتاعه الشاسيه. طب ما انت لو اصلا بدات من اول خطوه ان انت تعمل شغلك بايدك بطريقه مانيوال وتتعلم في المانيوال ده، بعد كده لما توصل ان شاء الله للثالثه او البكالوريوس ساعتها هتبقى متقن لموضوع البرامج الجرافيكس. مش عايزه اطول عليكم، يمكن الشريحه الاولانيه دي انا قصدي اجيبها لك كده عباره عن 2 بلان، واحد فيهم اللي انا شايفاه ده بلان عباره عن حوائط وفتحات ودايمنشن. ممكن البلان ده تتكلم بيه مع المهندس المدني مثلا ويعرف الابعاد بتاعه الحيزات ايه، هيحط هنا عمود في النص ولا تخانات الحوائط عشان يحط لك الاعمده بتاعته، فمهندس زميلك هيفهمك وانت بتشرح البلان ده. لو جاي لك عميل وفي المكتب بتاعك وطلب منك انك تصمم له فيلا، يا ترى ايه اوقع ان انت العميل ده يعني ملوش علاقه بالعماره وممكن يكون مستوى التعليمي مثلا هو مش واعي للمقاسات، هي عطيه قطعه الارض وابعادها والمحادثات المعماريه اللي انت طلبتها منه، يا ترى لما تقعد تشرح له تصميمك على حاجه فيها ازهار وملونه وباين فيها شكل الفرش، وتقعد تقول له والله انا عامل دي ده مكان الدخول، هيفهم ان دي كنبه ودي ترابيزه ودي سجاده، هيفهم ان هو داخل في الطرقه المتهشره دي لا مطبخ اوبن كيتشن كده ومكان للاكل، هيفهم ان دي غرف نوم. فبالتالي بتستخدم له لغه مبسطه على قده تشرح له بيها يعني انت عملت ايه في الحيزات بتاعتك. ممكن يكون بلان ده مثلا زي ده بس هو ما يفهمش على بلان من غير اظهار، يعني الاظهار بيعتبر كوسيله انك تفهمه انت عامل ايه في الشغل بتاعك. انا عايزاكم تخرجوا من المحاضره دي باربع نقط مهمه، ان هي يعني ايه تعريف اظهار معماري، وايه هي العناصر اللي انا بظهر بيها، ايه هي الوسائل اللي انا حظهر بيها ادواتي في الاظهار، وايه هي الطرق هنا مهمه قوي، هختار اي طريقه من وسائل الاظهار عشان الون بيها البلان زي ما بيقولوا، ايه انواع الرسومات المعماريه. طبعا احنا مش بندرس نظري بس يعني ببساطه شديده ما تنساش ان انا بعمل امبروف، بعمل تحسين، يعني معنى كده الشيء بتاعي كويس وليه شيء مطابق للمعايير والنظريات والمبنى في كل الاسس المعماريه اللي انا درستها، بس عايزه احسنه، عايزه اجمله، اطفي عليه نسبه من الجمال او مسحه من الميك اب زي ما بيقولوا، اعمله عمليه تجميل بسيطه بحيث ان المتلقي يشوفه ويقدر يستوعبه منه. هضرب لك مثل بسيط قوي، لو حضرتك رحت مطعم وفي مطعمين والاثنين بيقدموا نفس الوجبات وبنفس الكواليتي والاسعار واحده، وتيجي حضرتك اكلت في المطعم الاولاني لقيته بيقدم لك الاكل كما هو على بعضه، يعني بيقدم لك الاكل كله في نفس الاوعيه اللي اتطبخت فيها مثلا، واحد تاني بيعمل لك برزنتيشن يسرفس الاكل وينزله ويحط عليه المكملات التجميليه من قطع خضار او من اي اشكال يعني يزين بيها شكل الطبق، والاثنين واحد، يا ترى هتروح لاني اللي بيقدم لك الحاجه على بعضها مش عارف يعني تشوف شكلها هي ايه، وحتى ممكن ما تحبش انت تدوقها يعني،
ولا اللي بيسرفس الحاجة ويقدمها بشكل منسق وشكل مجمل بحيث انها تفتح النفس، ان العين هي اللي بتاكل الاول يعني. فطبعا اكيد هتختار التاني. احنا نفس الكلام في البلانات بتاعتنا، احنا بنعمل عملية التجميل دي للبلانات وللشغل بتاعي عشان اخلي المتلقي يعني ليه نفس ان هو يشوف بقية العناصر هي عبارة عن ايه. العناصر اللي انا بحتاج اظهرها، بظهر المبنى ده اساسي، بظهر خط الارض اللي حواليه، السماء او الخلفيه، وعناصر تنسيق الموقع اللي انا والاشجار. طبعا في وسائل اظهار كتير، يعني انا مش هكذب عليكم، انت الاربع وسائل دول بعض الوسائل، قلم الرصاص او الاظهار بالحبر او الاكوريل الوان الميه او الماركر او الفلوماستر، يعني حضرتك وانت في كل واحده منهم ليها شغلها وليها رونقها وجمالها. لو بتعمل سكتش سريع او افون بروجيه، يا ريت تستخدم الماركر، مش لسه هتحبر الشغل. الوان الاكوريل مثلا بتستخدمها في اظهار المشروع ككل وتربيط العناصر والمناظير بتاعته وتجميعه المشروع كلها. يمكن البنسل بيبقى مجرد سكتشات زي دي او في مواد معينه زي الفيجوال. فانت طبعا المفروض انك تتقن معظم الوسائل دي وتجربها بايدك. بتحتاج طبعا تظهر ايه؟ تظهر اللي اوت الموقع العام، تظهر البلانات، تظهر الفيجن والسكشنز، الواجهات والقطاعات والمنظور بتاع المشروع. اول حاجه في الاقلام البنسل ده، انا عايزاك بس تبص على مجموعه الاقلام دي، هتلاقي في السوق اشكال مختلفه وماركات. انا مش هكلمك عن اني الماني واني صيني وده بكام وده بكام، انا عايزك تفهم ان في قلم تقيل يديك تون تقيل كده اللي هو بي، وطالع بقى بي 4 بي 6 بي 8 بي، ودي حاجات تديك تسويد مباشره. سمك القلم نفسه يعني ثقله او التون بتاعه بيديك تون يا اما متوسط او خفيف او ثقيل، يا اما اقلام اتش بي ودي اقلام خفيفه جدا تديك التون الخفيف ده. طيب سن القلم، هتلاقي سن قلم مبروم كده ومدبب، هتلاقي سن قلم مبطط وعريض يديك خطوط، ده ممكن تسود بيه على طول، ده بيديك خط جنب التاني، ده بيديك بقى سماكه حوالي مثلا يعني نص سنتي، بحيث ان الخط الواحد منه بقيمه نص سنتي تهشير، وده طبعا ايه بيبقى شكل ايه رابع ليه. بعمل كذا اظهار، ممكن اعمل ده اظهار لزرع هاتشنج او كذا اتجاه تهشير، ده لسما، ده لميه او عناصر لاندسكيب، واي طبعا اتجاه سواء افقي او مايل او راسي. انا عايزك تتفرج على ده وتقارن الرسمه دي برسمه السكتش اللي احنا عملناه مع بعض في الفيديو بتاع الرسمه دي. هو هنا باستخدام قلم رصاص واحد وتون واحد بدا يعمل اكثر من اتجاه للتظليل او التهشير على الاسطح، فبدا يميز لك السطح رغم ان هي كلها رسمه يعني مبينه المبنى ده، يعني رسمه واحده مثلا في ال 3 دي لمنظور المبنى ده، عرفت افرق ما بين كل سطح والتاني. بعد كده الاظهار الحبر، انا عايزك تاخد من اظهار الحبر، هو طبعا اقرب اظهار هندسي ليكو، ان انت بتستخدم قلم الرابيدو او قلم الحبر ده، وتبدا بعد ما رسمت المشروع بالرصاص تبدا تحبره، وبعد كده تعمل بقى تهشيرات مختلفه. هنا اللوحه، هنا المشروع لطالب معانا عمل التهشير الراسي للسماء، عمل التسويد للموقع العام، عمل البوكليت للزرع والنباتات اللي هنا، عمل اتجاه الخطوط الافقيه للمبنى، والتنقيط للفرش بتاع المبنى. يعني ميز الاربع طرق او الخمس طرق بتاعت اتجاهات التهشير، بحيث ان كل حاجه في المشروع باتجاه مختلف، فبالتالي المشروع طلع متكامل مع بعض. اظهار بالوان الاكوريل او الوان الميه، بتبقى طبعا باليتا سواء هي انابيب او عيون، الشكل التجاري بتاعها موجود بكذا شكل وكذا منشا. انا اللي يهمني ان انت ازاي تعرف ايه الالوان الاساسيه، هتدرسها في التدريب البصري او في الفيجوال، وهتدرس ازاي تطلع من الالوان الفرعيه، وازاي اتعامل مع الفرشه ان انا ابدا اخفف اللون واتقله. يمكن عندي هنا واجهه لمبنى، واجهه لحد ما منظوريه يعني باين فيها اشكال اللون الغالب بتاع الفتحات بتاع جسم المبنى نفسه مع الارض واللاندسكيب والفتحات. طبعا الماركر هنا مجموعه الوان فلوماستر بتخانات مختلفه، بتبدا بتكون محدده قوي وسهله في الاستعمال، يعني انا بنصح بيها انك تستخدم الماركر في السنوات الاولى انك تبدا تجرب اللون، لانك هتعرف تمسك سن القلم وتتحكم فيه كويس، وهيديك ثقل، بيدي يعني نوع من انواع الثقل للعنصر، فبيبقى العنصر واضح. لما تيجي تعمل هنا مثلا تهشير لفتحه او تهشير لمثلا ممر، فهتبدا تعرف هنا مثلا شكل الرمادي ده بيعمل بيه شكل فتحه حوالين الطوب.
فهتعرف تتحكم في الشغل بتاعك. طب ايه انواع الرسومات المعمارية اللي هظهرها؟ انا بحتاج اظهر موقع عام بيبان فيه كتل المبنى وبيبان فيه الظل بتاع الكتل. طبعا انت لما هتدرس الظل ومنظور هتعرف ازاي ترمي الظل على عناصر المبنى وازاي تحدد ارتفاعاتها. يبقى الموقع العام بيبان فيه مسطحات الخضراء اللي حوالين المبنى وعناصر اللاندسكيب وتنسيق الموقع، بيبان فيه اذا كان عندي مسطحات ميه او التبليطات اللي حوالين المبنى شكلها ازاي. يبقى نشوف ده موقع عام، هنا قصدت اجيبهولك ابيض واسود مظهر بالحبر ومع ذلك باين فيه ادي جسم المبنى والتغطيه بتاعته، ده جزء عنصر اللاندسكيب الحمام السباحه اللي هنا. شوف قارنه كده بالمتلون اللي تحت، الاتنين واضح. شوف هنا الشجر معمول بالحبر وشوف الشجر التاني اللي معمول بالالوان الاكوريل، في الحالتين بيبقى واضح فرقهم عن بعض. شوف هنا البلان، انا بدات ارسم هنا البلان الاول وحبرت رسمت رصاص بالابعاد بتاعه البلان وحبرت الرسمه بتاعي، وبعد كده بجيت بالقلم الماركر ده عملت الخط الواحد منه عطاني سمك الحيطه، فقمت عامله اسماك الحيطه والسؤاسات بتاعه الشبابيك، وبعد كده بدات اعمل باقلام الالوان الجزء بتاع السجاده، بعد كده قمت بدا اعمل الجزء بتاع العفش نفسه او الفرنيتشر نفسه. يمكن عايزاك تبدا تلون لون من تحت لفوق، يعني لون السجاده وبعد كده الفرشه. طبعا الموضوع مش جامد قوي زي ما انتم متخيلين، هي مذاهب كل شيخ وليه طريقه يعني، بس انت حضرتك ايه يعني لون دايما الحاجه العنصر المتغطي وبعد كده العنصر اللي فوق. يمكن هنا مثلا دون لون الوان ماركر ملونه بيها الفرنيتشر اللي في البلان ده، الاحظ ان كلها بهتانه او باستيليه بحيث انها تديك اشكال مريحه بصريا للعين، ما يبقاش كنه اللون او قيمه اللون لون صارخ، يبقى يعني تحس ان هو عامل كونتراست مع بقيه عناصر البلان. الواجهات والقطاعات برضو ليها نصيب كبير من الازهار. شوف هنا على الشريحه دي يمكن واجهه او ثلاث واجهات بثلاث طرق مختلفه، دي مثلا بالحب طبعا مفهوم انت عملتها بخطوط التهشير المختلفه من خطوط افقيه الراسيه لمتعامده التسويد لبوكليت بتاع الشجر. جيت هنا مثلا على الثلاث واجهات دول، هنا ممكن الون دي مثلا بالماركر او ممكن السما دي الونها بالماركر بقلم الماركر الفلوماستر اعمل بيها الخطوط اللي في اتجاهات مختلفه، ممكن السما دي اعملها باللون الاكوريل بالوان الميه، ودي برده تكنيك تاني ان انا اعملها بالاير براش. اجي على الزرع نفس الكلام، يعني ممكن استخدم في الوجهه الواحده اكتر من وسيله للتلوين. المهم عندي ابقى عارفه هلون ايه العنصر اللي انا هلونه وايه اللون اللي انا هستخدمه، يعني يبقى عندي خطه لونيه قبل ما ابدا اشتغل في الالوان، مش اقعد اشتغل بكل جزء وزي ما تيجي في الاخر اشوف هيطلع ايه. طبعا ده غلط ومعظمكم بتبداوا كده، يعني المفروض ان هنا مثلا عندي لون واحد بدرجاته ونفس الكادر لما لونته بالوان مختلفه. طبعا الاسهل ان الون بالوان مختلفه عشان حد كل لون هديله المساحه بتاعته هيبقوا مختلفين عن بعض، انما هنا هبدا اتقل وافتح اللون بحيث ان انا ابين الاختلاف بينهم وبين بعض. شوف هنا اللقطات دي برده لقطات مناظير، اشوف انا عايزه في الكادر ده ابين ايه وهو اللي ابدا بيه اتقله، والباقي بيبقى خلفيات. هنا عايزه اركز على الممر فالمبنى هنا مش ظاهر، هنا عايزه اركز على القباب بتاعه المبنى دون بالفتحات بتاعتها فالخلفيات الجانبيه دي مش فيهاش تفاصيل، هنا الكتله اللي قدام يعني باين ان هما في كتلتين في المبنى. طبعا من الحاجات اللي ببدا الونها وبتهمله فيها قوي هي الدراسات، يمكن الدراسات او السايت اناليسز او تحليل الموقع او السيركوليشن او الانفيرومنتال ديزاين، الحاجات دي ستاديز، الحاجات دي بتبقى مهمه قوي انها تبقى متناسقه مع بعضها عشان بتديني انت قد ايه درست المبنى ده وعرفت تعمل ايه مميزات وعيوب الموقع دون، وتبدا تلون تبدا اشتغلت التصميم بتاعك كان كونسبت مبني على اساس ايه. فالمفروض انت الدراسات دي برضو بتحب تبينها، حتى شكل السهم نفسه بتختار سهم مناسب لاتجاه الحاجه اللي انت عايز تشير اليها، سهم الشمال، الكتابات وطريقتها لازم تكون مكتوبه بطريقه معماريه ومبسطه للمتلقي. الاشجار ليها اشكال متعدده، يا ريت لو تفتح اي كتاب ازهار وتطلع زي ما احنا اتعلمنا كانت الحاجات دي موجوده ابيض واسود ايامينا، ودلوقتي انت بتلاقيها بسهوله يعني على النت وتقدر تطلع اشكالها والوانها المختلفه. انت مع التمرين
هتبدأ تختار مجموعة شجر معينة انت بتحب تلون بيها او بتديك نتيجة يعني ناجحة في الشغل بتاعك. شوف هنا لو استخدمت الحبر، وطبعا دي في المراحل الاولانية يعني ان انت ايه تبدأ تشتغل بالشغل بتاعك، وتبقى عينك على سكيل الشجرة دي ومحطوطة فين، بحيث ان انت ما تجيش تعملها تبقى حجمها اكبر من البلان مثلا او اصغر. إيه برضو من الحاجات اللي المفروض انت بتعرف ترسمها هي العربيات اللي بتحطها قدام المبنى عشان تبين السكيل بتاعه وتبين الاتجاه بتاع مثلا في المنظور. طبعا بتبقى يعني اغلبكم، انا شخصيا ما بعرفش ارسم العربيات قوي، بس بستعين بمودلز جاهزه واحاول ان انا ايه اطبعها، والاشخاص طبعا عشان ابين برضو السكيل بتاعي. واخيرا يعني انت عندك طبعا اهم حاجه ان يكون عندك مهاره حتى لو بنسبة معينة، تبدأ تنميها بالتدريج وبالتدريب الكتير والرسم. وشكرا لحسن استماعكم.